اقدر اقول دلوقتي وانا مرتاح ان الوايلد كارد الحمد لله نجح، مش اللي انا متخيله يا سيمبوس، وانا معترض معاه على الكلام ده. بس قبل اي حاجه، مساءكم لذيذ، اهلا بكم معانا في برنامج كره في اللذيذ. لو انت مش مشترك معانا اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا اول باول، وانزل اخبط اللايك بسرعه واعمل لنا كومنت يشجعنا، ويلا بينا نبدا. انا شايف من وجهة نظري ان الوايلد كارد بالنسبة لي هو نجح، بس ما قدمليش اللي انا عايزه لان انا كنت متوقع حاجات. بقى يا عم بقى ارحمنا بقى يا والله. بص طب اسمع وجهة نظري يا عم، ايزاك جايب لك جونين واسيست. طبعا انا ببارك لاي حد مشى معايا في الوايلد كارد بتاعي. لا ايزاك الاول معلش كده سمعني. انا انت ايه بقى؟ انا قلت ايزاك جوردن. الوايلد كارد الاول عاجبني وعاجبني وجوردن اتطرد. طيب ماشي. لا انا جبت ايزاك عشان حركة ان كيلهر ما كانش هيلعب، انا اتكلمت في ده في الفيديو بتاع امبارح. تمام ماشي. انت قاعد تقول لي ايزاك حلو ايزاك مش يعني حلو، يعني مش انا اللي قلت لك. لا مش انت مش انت نكران الجميل. ماشي انا عايز اقول لكم بس ارجعوا للفيديو بقى لو انا قايل. لا مفيش الكلام ده. انا عايز اقول لكم بس هنيه اللي مشى معايا في الوايلد كارد، لان الحمد لله الوايلد كارد مش وحش. الله يا ساتر يا رب. ايه دخل في 60 نقطه؟ لا 62 62 كمان. انا عايز اقول لكم بس هي الفكره اللي مزعلاني في حاجه، يعني السيناريوهات اللي الماتش مشى بيها. طبعا واول ماتش خدمني في ان ايزاك جاب لي 15 نقطه، خد انذار يلا زي بعضه. لكن الفكره كلها الفكره كلها الماتشات اللي زعلتني بس اللي مش متوقعه خالص. تخيل تشيلسي انا كنت مستني منها كلين شيت لان مدبل من دفاعها، دي حاجه ضايقتني جدا لان كنت ممكن مثلا اوقف اونانا بس ما كانش يعمل لي حاجه صدق. طيب الحاجه الثانيه دفاع توتنهام ما كنتش متوقع قوي، بس قلت ممكن يبقى يكون في مردود هجومي. نفس جون في الاول مفيش. تمام اما اللي خنقني المعلم جراناتشو اللي مطلعه لي في الدقيقه 59. زعلان قوي ان جراناتشو خرج يا عم. طلعه كمان نص دقيقه كان جاب 3 نقط بكام نقطه، كنت زمان 64 نقطه. نقطتين لان هم 1-1 كان هيجيب نقطتين. لا 3 لا ما كانش 1-1 كان 0-0 لسه. كان هيطلع يعني في الدقيقه 60 في الدقيقه 60 يجيب كلين شيت. زعلان عن نقطتين. زعلان عن نقطتين هيفرقوا في ترتيبي. حقك والله. انا وانا جايب 30 بوينت تمام جايب نص النقط بتاعته اصلا. ماشي تعال نتكلم بس على ماتش انا هو ده وجهه نظري، وبعدين نرجع بقى نقول احنا عملنا ايه في نقاطنا. ماشي. في الاخر نيوكاسل وست هام. ماشي طبعا اليوم بدا بماتش ناري ناري، يعني ما كنتش متخيل كده عم سيمبوس بصراحه. ان انا قلت يعني ايه الماتش ده اخره 1-0 2-0 2-1 دي حلاوه يعني. الماتش ده حلو قوي مصلحه في الفانتازي اللي بقى فيه جوان كتير ده بالظبط. بس ده طبعا بوظ لنا التحدي لان في ناس كانت معاها بون وكودوس والناس دي كانوا فين؟ كانوا في الفري هيت كان معايا بون وكودوس وكل وباكيتا. المهم نيوكاسل طبعا عندها فعلا مشاكل جامده جدا دفاعيا، ده ادى لان هي النتيجه وصلت 3-1 لولا كمان ان يعني نزل بارنس من على الدكه قلب الماتش. الجميل في الماتش ده ان طبعا في جوان بالعبيط وكل الناس الكبيره تقريبا شاركت، يعني عندك واحد زي ايزاك حط ضربتين جزاء. ضربتين جزاء فعلا، هو ده ميزه ان يكون معاك لاعب عنده ضربات الجزاء. انا عشان كده كنت بفضله عن جوردن بالظبط، هو معاه ضربات الجزاء وبيخلص من اقل فرصه. دي الحقيقه. بس انا هقول لك حاجه بالامانه، جوردن اداؤه في الملعب احسن 100 مره من ايزاك. جامد جدا. بس ايزاك يعتبر هو اللي رفعه ضربتين الجزاء اللي اساسا متسبب فيهم مين؟ جوردن. جوردن كمان اللي ملاكه مش محظوظين لان هو كان كده كده داخل في البونص، وبعد الطرد طبعا قل في النقط، غير ان هو بقى طلع من البونص تقريبا او ما خدش الا واحده. مش هيلعب الماتش الجاي. ومش هيلعب الماتش الجاي بقى يعني عليه بالظبط، لان في ناس جايباه في الوايلد كارد منهم ابني ادهم احلى تاير ادهم. عارف ناس كتير جايبين جوردن وهو فعلا يستاهل يكون معاك في تشكيلك، بس هو يعني للاسف حظ وحش ان هو اتطرد. اما ايزاك ففعلا لعيب خطير، ماتشاته اللي جايه يعتبر سهله، وارد يجيب لك ضربات جزاء. شفت السرور اللي عمله الخرافي البارنس. ايزاك ملوش حل بالظبط، المشكله في الاصابه بتاعته بالظبط. هو مش مصاب هيروق عليه. اما دفاع نيوكاسل فللاسف بلح البلح. لا ما عادش بيجيبوا كلين شيت زي زمان، وتريبير ياخد البونص كله بقى خلاص. زمن الحلاوه انتهى. وفي ناس بصراحه حظها فار قوي برده، منهم ادهم ابني ومنهم ناس كتير. لا اللي جايبين لاسيلس اللي اتصاب من اول ماتش وطلع ايا كان بقى. المشكله ان انت صعب جدا تعوض لاسيلس ده لانه ب 3.9 فمش هتلاقي اصلا مدافع بالثمن ده، فلو انت جايب بالظبط على قد تشكيلتك انت لبسته، فدي مشكله كبيره. طبعا ويست هام برده ما زالت المهاجمين بتاعها فورمه، حته ان هو يا عم حط انطونيو مهاجم ده
فرق اللعيبه اتحررت بالظبط. بوم بيلعب في جهته، باكيتا قدوس بقى متحمل جدا، عمل تسريحه جديده والولا لعب سوبر بقى يعني. بصراحه عملوا ماتش عالي كده جامد بصراحه. بس هو لما قرر اسمه ايه ده مدرب واستهام ان هو مويس ان هو يدافع لبس، ما كانش المفروض يدافع، كان كمل بقى في هجومه. هو غلب بصراحه، ادى بقى ده ان نيوكاسل قدرت تحط ايه تتعادل لحد ما تكسب في الاخر بشوط البارنز الخرافيه اللي من بره 18 دي، اللي هو برده كان اسيست من ايه من جوردون. تمام، جوردون كده مش هيلعب الماتش الجاي، فيعني اللي معاه بقى يبدا يتصرف. البارنز ده لقطه يا جماعه، اي لعيب طالع من ليستر سيتي ياخد نقطه بالظبط. لعيبه ليستر فظاع، تيليمانز، ماديسون، لعيبه فعلا كلها جامده. عقبال ما تشوف اناتشو كده يروح يبيعوه بقى درجه ثانيه، او هيصعدوا ان شاء الله يعني السيزون الجاي، وممكن تلاقوا مرجعوا اللعيبه دي ثاني على فكره. شيلوا لنا بقى شيفيلد دي عشان بص اتخنقنا منها، لا هي جايه بس ترخم علينا النهارده. ده نخش على الماتش اللي بعد كده، بورنموث وايفرتون. كان ماتش طبعا يعني عايز اقول لك متوقع ان هيبقى فيه صعوبات في التسجيل. هو كان مكمل 0-0 لحد بعد الشوط الثاني، قلت بقى ايه زبرني زبرني معايا بلين سويت، قلت ايه هطلع لي باتنين كلين شيت. ايوه لقيت ايه سولانكي حط جول، قلت مش مشكله. ايوه كلين شيت واحد. انا كنت والله متابع وبقول يا ابن المحظوظه يا سيمبوس، ده سولانكي كده جاب لك جون وزبرني كمان كلين شيت. ببص لقيت بعد كده هوبا بيتو ده قام جايب جون. بيتو ده طالع لي في البث. انت شفت اصلا الجون بتاع بيتو؟ لا. بيتو ده بيتو نط، بيتو ده يعني عباره عن ثلاجه كبيره كده، تحس ان هو سور سن عظيم. بيتو ده لعيب طويل قوي يعني معدي المترين، قام ناطط خابط الجون. هو طبعا ما خبطوش لان هو نط، بس الكره وقعت من الجون قام حاططها. هو نصيبي عشان معايا مدافع من بورنموث. بس بعدها على طول بورنموث قام اتحط الجون الثاني. بس دفاعهم حلو يعني، في اوبشن يعني، في نسبه كلين شيت ممكن اجيبها اللي هو من مين؟ من زبرني. من زبرني ومن ايفرتون على فكره. ما فيش فرق بينهم وبين المدافعين الغاليين. بالظبط. كلين شيت راح جاب لي نقطتين. ده حقيقه. وعايز اقول لك ايفرتون برده دفاعها مش وحش يعني، يعتبر جاب لي نقطه. جاب لي نقطه. ايوه. ما جبت ولا شفت جوان ولا شفت اي حاجه. وايفرتون زي ما احنا قلنا الهجوم بتاعها في البلح خالص، برده مش عارف يحط جوان. لعب الماتش كامل بس ما عملش حاجه للاسف. بالظبط يعني ايفرتون اصلا بتلعب 4-4-1-1 يعني، لك انت تتخيل. انا نفسي اعرف لهم حد اساسي اجيبه في الدور مثلا يبقى اوبشن، بس المشكله ما فيش. لا وحتى لو فيه هم ما بيحطوش جوان، عندهم مشاكل هجوميه فظيعه. لا انا عايز اقول لك سولانكي ده بصراحه اللي محافظ على مستواه. جيبوا اقوياء على ملعبهم، المشكله ان الماتش كان بره ارضهم. ده حقيقه. نخش بقى على الماتش اللي ينقط اللي جاب لي جلطه، ماتش تشيلسي وبيرنلي. انا ببص كده من الاول قلت يا الله ضرب الجزاء، وبعدين لقيت ايه المدافع، انا عارف انه هيحطها بالمر، المدافع اتطرد. نقف بقى شويه يا جماعه على حطه بالمر لضربه الجزاء. كل ده بالمر ابيض الحته كده، ثبات انفعالي وبرود ملوش حل. هو فعلا كل ده بالمر، عامل حته بانينكا كده عم سيمبوس جامده قوي. بانينكا ده عراق قوي. ايوه بصراحه بقى. ايوه جامد بصراحه بحبه. قلت بس انا كده كده بقى ضامن الكلين شيت، ده عندهم لعيب مطرود ودي بيرنلي وعلى ارض تشيلسي والحياه بقى في اللوز. وقبلها الاساسي جاب جون واتلغى. فقلت خلاص انا كده كده 100-100 خلاص، انا ضامن الكلين شيت من بيتروفيتش وجوستو، وكده كده كنت ضامنه المفروض من غير حتى الطرد. ببص لقيت لك بيرنلي قامت حاطه جون، يا نهار اسود. وبعدين بعد كده هوبا تشيلسي حطت الجون، بعدها بيرنلي بعدها بيرنلي حطت التعادل. المهم في الاخر لسه على ايه، لقيت بيتروفيتش. وعلى فكره الجون الثاني بيتروفيتش كان بايه بيصطاد سمك كده، عمل مسك الكوره كده غبي. اسمه ايه الحارس الثاني؟ سانشيز. هيجي هيجي يلعب مكانك، المفروض تحافظ على مكانك، هيضيعنا. تمام. بس اللي استفدناه ان الدوري الانجليزي ده يعني دوري غير متوقع بالمره. متوقع ده، احنا بنحاول كل مره نتوقع الماتشات. مفيش. بيرنلي تخيل ب 10 لعيبه قدرت تتعادل مع تشيلسي على ارضها، وتشيلسي ما عرفتش تكسب، فدي حاجه غريبه، غريبه الشكل. نخش بعد كده على ماتش نوتنجهام فورست وكريستال بالاس. طبعا عايز اقول لك انا كنت متاكد 200% ان جيبس وايت ده هيعمل حاجه والنود هيعمل حاجه، والاثنين عملوا واحد اسيست واحد جون. لو ما شفتش جون وود، جون خرافي فظيع، اللي هو لب بدماغه. مهاجم مهاجم عالي. هو طلع قال لك ده المهاجم الاساسي بتاعنا يعني. لو انت عايز تجيبه ان شاء الله ما يتصابش، حلو قوي. وعايز اقول لك ماتشاتهم اللي جايه حلوه جدا. سهله جدا. واللعيب بكام؟ ب 4.8، ما هوش غالي خالص. ده عايز اقول لك صفقه. تمام. نخش على كريستال بالاس برضو اللي فيها لعيب صفقه، ماتيتا. قلنا على ماتيتا كذا مره في كذا فيديو ببلاش، وهو المهاجم من كريستال بالاس وعنده دبل قدام. وعنده دبل، وعايز اقول لك برضو ايزي لو تلاحظ هو اللي عامل الاسيست، فمازال برضو اللعيبه المعروفه
وده اللي استفدناه النهارده. يعني بالمر في تشيلسي هو اللي حط الاجوان، ماتيتا المتوقع هو اللي حط الاجوان واتكلمنا عنه، وود اللي حط الجون، تمام، لعيبه نيوكاسل وويست هام المشهوره كلهم اللي حطوا الاجوان، سولانكي في بورنموث اللي حط الجون، يعتبر كل اللي معروفين هم اللي بيحطوا الاجوان متالقين. لا بالمر ده انا يا باشا انا كنت متاكد انه هيخربها، متاكد انا بصراحه، بس ما بيجيش الجرأة اني كابتنه للاسف كل مره. انا والله انا مكابتنه في التشالنج بس والله كان نفسي كابتنه، بس يعني هجي لك بعد كده نيجي نتكلم على التشكيله اللي اخترت سنة اصلا وكنت مفضله. نخش بقى على الماتش اللي بعد كده، المفاجاه بقى شيفيلد قصاد فولهام. شيفيلد حط الثلاث اجوان يا جدعان، تخيل مفاجاه رهيبه جدا. ده كانت واصله ل 3-1 برده، نفس الفكره بتاع ماتش ويست هام ونيوكاسل، وقدرت ان بعد كده فولهام ان هي ترجع وتتعادل. وده اللي بكلمك فيه بقى، ان شيفيلد تحط ثلاث اجوان وفي مين؟ في فولهام اللي هي اصلا فورمه. اه بالظبط، فاهم يعني. انا بس اكتر ماتش متوقع كلين شيت كان ده. لا انا ده اللي كنت بتناقش معاك فيه، بقول لك فولهام على ارضها ريكورد مختلف تماما عن بره ارضها. شيفيلد اصلا ما بتحطش اجوان. ماشي، بس فولهام وحشه جدا جدا بالارقام بره ارضها. ده انا عايز اقول لك، انا قعدت بعد ما خلاص دخلت بقى والديدلاين عدى، هتقول نفسي مونيز انا ايه اللي خلاني اجيب مونيز ده؟ ما انا عارف ان فولهام وحشه بره ارضها. رد عليك احلى رد. عايز اقول لك، جاب كره في العارضه في اخر الشوط الاول، وكره في العارضه في اول الشوط الثاني. جون يا جماعه فظيع. جاب حته جون يا عم سيمبوس، حته دبل كيك كده، بص اللي هي اسلجت صدري اللي هو بقى الحمد لله ست نقط. كان ممكن يطيرني. مش لعيب جلة معايا. لا ليه مش لعيب يا عم؟ والله والله انا ما راضي يا عم عن النقط، بس ماشي. 60 نقطة مش راضي. 62 لو سمحت. 62 تمام. انا كنت مستني والله اخش في المية على فكرة. اه ومات طبعا. لا لان انا كنت مستني كلين شيت. احمد ربنا ان الكارد ده نجح. الحمد لله. الفري هيت بتاعتي ما هو مفيش لعيب جاب لي ثلاثة. عشان انت ما مشيتش ورايا قلت لك بلاش فري هيت وسقفه نقطها وحش. ايوه بس ده لا هي كانت صنفت كأسوأ جولة في تاريخ الفانتازي كله. لا ما هي كانت وحشة اوفر. مفيش حد جاب ريتيرن خالص. هي كانت وحشة اوفر ده انا معاك، بس هي كان توقعي انها تبقى وحشه. بس ماتش زي النهارده مثلا بتاع ويست هام، كولدوس وجون عملوا مكانه معايا. ما انا عارف ايه. طيب بعد كده اللي استفادوا من كل ده برده، مش هنجيب حد من شيفيلد اكس، هي فرقه ماشيه باللوبيا. مونيز تحفه. مونيز فورما، مونيز فورما، بريرا حلو، ايوبي حلو، الفرقه بتاع فولهام فرقه حلوه يعتمد عليها. طبعا اللعيب المفضل بتاعك جاب جون. ريد جاب جون شوطه. سيمبوس اقول له مين اللي جاب الجون فولهام؟ ريد هو الوحيد اللي كنت اعرفه بصراحه. فريد فعلا جاب جون، على فكره جاب جون شوطه تحفه من بره 18 كده ارضيه رهيبه جدا بصراحه. ففولهام فرقه فورمه ممكن تراهن عليها، خصوصا مونيز ده يا جماعه انا جايبه ب 4.6، لك ان تتخيل مهاجم الفرقه متالق فورمه ب 4.6، كل ماتش تقريبا بيحط جون او جونين. طب ما انا جايب سيمينيو ب 4.5 وجاب نقطتين. ماشي، ما لا ما هو سيمينيو مش مهاجم، هو جناح. تمام. وبالاضافه ان يعتبر السولانكي اللي واكل الجو كله في الفرقه. تمام. نخش بقى على الماتش بعد كده برده اللي ينقط شويه، اللي هو توتنهام ولوتون. اللي لبسوا جون في الاول توتنهام. اه بالظبط. قعدت اقول له مفيش كلين شيت، قال لي لا لوتون مش هيعمل حاجه. لوتون عارف السيناريو مشى بطريقه اللي هي تحس ان لعيبه توتنهام جالها ارتجاج، والله العظيم ما بهزر، هما كانوا نازلين مش متوقعين نهائي ان يخش فيهم الجون الاول، دخل فيهم الجون الاول من تشونج، اللي قعدت اقول لك تشونج اللعيب ده جامد. انت كده تقول انا بشوفه دايما في الفرقه والواد بيحفرك، بس لوتون في الاول وفي الاخر وده تشونج يعني، بس حط جون تحس ان توتنهام بقى بدات ايه رجلها ترتعش، ايه ده لوتون وحط فيها جون. عارف بقى كم تسرع مش طبيعي من المهاجمين. فرقه جامده والله، فرقه حلوه جدا. ايوه بس اللي هو ما ايه ما تحطش في خانه برنلي وشيفيلد، فاهم؟ هو بص انا ممكن اقسم لك الثلاث فرق دول. لوتون فرقه جريئه جدا، بتلعب لعب نوعا ما متوازن، وبتعرف توصل للجون وتحط والله جون. والله بتلعب احلى من يونايتد. ايوه ده حقيقه، ده حقيقه، بتوصل لجون وبتعرف تحط جون فعلا، مشكلتها ان دفاعها مفتوح. بيرنلي فرقه بتعرف تستحوذ، ما بتعرفش تحط جون اصلا يعني الا نوادر، وساعات بتحط جون جاي بالعافيه، بتلعب بسيستم السيتي وهي اصلا امكانياتها ضعيفه. اما شيفيلد دي فريق في الشلاحات، مش مفهوم هو بيدافع ولا بيهاجم ولا ملته ايه، انا ما اعرفوش. ده اللي يستاهل فعلا فعلا يهبط هو وبيرنلي، ان المدرب بيلعب مش على قد امكانيات الفرق. اما لوتون بصراحه من الفرق اللي هزعل عليها لو هبطت، بس برده مش عايز نوتنجهام فورست تهبط، فرقه برده محترمه. ومش عايز ايفرتون تهبط، فلو لوتون برده هتشيع مفيش مشكله، الثلاثه اللي صعدوا دول ينزلوا ويطلع لنا بقى ناس محترمه، ليدز بقى وليستر والناس الحلوه دي، لان دول مبوظين اللعبه اصلا يعني، تقريبا ماتشاتهم عارفين ان هم يخسروا. ماشي، الا لوتون ساعات بتنصفنا وتجيب اجوال.
عايز اقول لك سون طبعا انا لسه هتكلم عنه في الاخر، بس اللي هو ايه كان متسرع جدا، ملهوف ان هو يجيب الجون، الفرقه مش مفيش تركيز، مفيش تركيز، خافوا، تحس ان هم خافوا وخايفين بقى في ضغوطات، عايزين يوصلوا ان هم يكون رابع الدوري الانجليزي يروح دوري الابطال. فانا عايز اقول لك في قانون عرفت ان نزل الجديد، ان ممكن يتاخد من احسن تقريبا فرقتين او ثلاث فرق، فرقتين لا دوريين تصنيف، هيتاخد منهم مقعدين كمان لدوري ابطال اوروبا. يعني اول سته؟ لا يعني ممكن كمان، يعني لو الدوري الايطالي حاليا متصنف احسن دوري يليه الدوري الالماني تقريبا، انا مش متاكد من المعلومه يا جماعه، يعني الدوري الانجليزي وبقى ثاني احسن دوري او اول احسن دوري، وده لسه هيجي بنتائج الفرق بتاع الدوري الانجليزي في دوري الابطال، هيزيد مقعد في الدوري ابطال اوروبا السنه الجايه، يعني ممكن الخامس يصعد دوري ابطال اوروبا. طب ده حلو ده والله. فده بيدي فرصه مثلا لليونايتد، ان الناس بقى تخيل اليونايتد هتشجع السيتي مثلا ان ايه قدام استون فيلا عشان عايز يصعد دوري ابطال اوروبا، فالخامس بقى له امل دلوقتي انه ممكن يصعد دوري ابطال اوروبا. إيه عايز اقول لك توتنهام بقى كانت مرعوبه، فده اللي ادى للتسرع. سون طبعا زي ما بقول لك ضيع فرصه، لسه هنتكلم عنها في الاخر. مش حاجه بصراحه، لا فاكس، انا مش راضي عن الجون اللي جه، فاكس لسه هكلمك لما تيجي تشكيلتي لما هكلمك لما تيجي تشكيلتي يا عم ونشوف. إيه طبعا لوتون مازال برضو الفرقه، يعني عايز اقول لك لو اديبايو رجع في الفتره الجايه يتجاب، الفرقه بتهاجم بتعمل اللي عليها، فرقه حلوه مش وحشه. مظبوط. تمام، نخش على استون فيلا، الفريق الوحيد مفضل اللي النهارده جاب كلين شيت، الوحيد اللي جاب كلين شيت، الوحيد اللي احنا اساسا ما قلناش ان هو يجيب كلين شيت من اساسه. قلنا لكم ما تجيبوش الدفاع من استون فيلا عشان تسمعوا توقعات. بس عايز اقول لك ده برضو ناتج من انه ولفرهامبتون مش كامله، ولفرهامبتون برضو على ارضها غير بره ارضها، كونيا ما رجعش طبعا، هوانج مش موجود، نيتو مش موجود، يعني يا جماعه الفرقه الثلاثه الجامدين قوي في الفرقه مش موجودين، فده شيء طبيعي ان هم ما يعملوش حاجه. وطبعا استون فيلا معروفه ان هجومها ناري، عايز اقول لك اللي معاه واتكنز مش محظوظ لانه اتصاب وطلع بين الشوطين. الحمد لله، هو الحمد لله، بس احنا ما نفرحش باصابه حد، يعني الحمد لله في الفانتازي. يعني حاجه وحشه قوي اللي كان معاه واتكنز، وانا برضو زعلان له والله، لان هو بصراحه عامل موسم محترم محترم، يعني يستاهل ان هو يتكافئ يبقى داخل في الهدافين، ياخد جايزه في الموسم ده. تعبوا بقى، تعبوا، بس يحسب لامري واللعيبه ان هم وبدون واتكنز وحاول الفرقه بصراحه وقدروا يعني بدون البطل بتاعهم ان هم يقدروا النهارده يوصلوا لمرحله ان هم يكسبوا بكلين شيت. دي جامده. معلش غاب واتكنز، حضر موسى دياب بالظبط. شوطه يا جماعه ولا اروع. فاكر في اول السيزون كان خاربها نقط. يعني انت كان عمرك ما تتخيل، انا كان معايا في تشكيلتي على فكره ان موسى دياب ده يقعد دكه، يعني تخيل، وده يديك انطباع عن امري ازاي مطور من لعيبته، واللعيب برده متقبل انه ممكن يقعد دكه بعد ما كان نجم في اول الموسم. فده يدل ان علاقته باللعيبه حلوه جدا، اللعيبه جايبه اخرها يا جماعه. وعايز اقول لك من الفرق المقنعه جدا في اللعب استون فيلا، عايز اقول لك بتلعب احسن من توتنهام، لان لعبها متوازن اكتر من توتنهام ودفاعها احسن، وعايز اقول لك ان هم نفسهم اطول لحد دلوقتي من توتنهام، ما بيقعوش وعاد غريبه، يعني حتى لما بيقعوا بيبقوا لاعبين برده في الماتش، ما بيلعبوش وحش، والماتشات اللي ادائهم وحش بيعرفوا يكسبوا برده. لولا ان دول استون فيلا، ولولا ان هم وقعوا في ماتشات عبيطه كان زمانهم ترتيبهم احسن من كده. اما اليونايتد بقى اللي هنجي لها حالا اهو، بس يا جماعه طبعا اللي معاه ايات نوري مش محظوظ برده، او بمعنى اصح مش ده الماتش اللي انت كنت مستني منه كلين شيت، لان دي استون فيلا وعلى ارضها برده. تمام، نخش بقى على اليونايتد. بصراحه ربنا لو انت مشجع يونايتد حاول ما تتفرجش، لان اقسم بالله انا متعاطف معاك، يعني اللي هو ماساه انت هتهيناهم النهارده. يعني متهاني. كلمه يونايتد اتهان النهارده، والله والله اهانه، ان يعني برينتفورد يا جماعه دست على وشهم، انا مش متخيل كم الفرص اللي اتصنعت على الفريق ده، ومش متخيل واحد زي تينهاج ده ما عندوش دم، يعني تخيل بعد ايه ما جاب، هو جاب جون يا جماعه في الاخر خالص من ميسون ماونت اللي نزل من عندك. لا ماونت حبيبي بحبه، وبعدها اجر او اير قام حاطط جون، ده واقف بيهز دماغه ومش عاجبه، مش عاجبك ايه يا حبيبي؟ ده انت كنت ممكن تخسر 10-0، مش بهزر والله، ما جيتش انت لحد الدقيقه باين تقريبا 45 ولا مش عارف ايه، اول شوط على المرمى. هو لولا ان توني مش توني اللي احنا نعرفه كان زمانه خلص كوره. ولو موبيومو ده بيلعب من اول الماتش، ده انت كنت شلته قبح. موبيومو ما شاء الله نازل ايه؟ لا بجد المدرب ده راجع يعني. المدرب ده يا جماعه لازم يقال، انا متعاطف معاه ماشي، اصابات الدنيا بايظه معاه،
كل ما لعيب يرجع التاني يتصاب ماشي. خد بالك مش هياكلوها، ارقامه حلوه على فكره. ماشي، انا بس بقول لك ان في مدربين بامكانيات اقل من اللي عند اليونايتد بيعمل احسن من كده، بيلعب على الاقل على قد الفرقه. يعني يا عم هو يعني هقول لك ايه، اجيب لك بورنموث مثلا، هو سكواد اليونايتد اوحش من بورنموث؟ لا طبعا لا، بس انت لما توصل مرحله ان انت بتلعب بغير امكانياتك، يعني العب يا عم على قد اللي متاح عندك، ما تنزلش فاتح لي ملعب، تلعبنيش بستة واحد، ستة يعني رقم ستة واحد بس شايل طين، تلعب لي كازيميرو اول الموسم لوحده ويشيل بقى ويقعد يجري، وكازيميرو اللي عنده حاجه و30 سنه وبيشطب كوره. النهارده مدرب عمل اسيست، الاثنين نزلوا كازيميرو وميسون ماونت اسيست وجو. لا انا بصراحه متعاطف جدا يا عم، مدرب يعني يشكر على الحته دي. ماشي ماشي، يعني قلت غير في الجول، بس عايز اقول لك ان حتى اللي هو الماتش اللي كسبوه يا عم في قدام ليفربول، لولا ان هو طلع صلاح واستهتر بالماتش، يورجن كلوب عايز يريح لعيبته، ما كانش حتى عملوا الانجاز ده. يعني هم كسبانين باللوبيا برضو بهجمه مرتده في الاخر، بس مصلحه. اما بقى اللي يركز في الدوري اللي ينقط يا عم ان هو طلع لي جراناتشو في الدقيقه 59، يعني حتى مدرب استغفر الله العظيم يا رب مش عايز اشتمه، واحنا في رمضان في الدقيقه 59، طب استنى السيتي ياخد ثلاث نقط، يعني بدل نقطه نقطتين كمان. زعلان على مانشستر. زعلان انا ليه بقى؟ انا هقول لك ليه، لان انا بلعب جرناتشو مكان ساكا ابني. يا ابني انت جايب 62 يا عم، ساكا ممكن يخربها بكره. على اول العالم دلوقتي. طيب يعني هنقول اما برينتفورد عشان تكونوا عارفين، توني مش في الفورمه تمام، اللي معاه توني يعني مستني منه ضربه جزاء او كره يجيبها كده وتتحسب له، مش في الفورمه، دخل انفراد. واجر ده شغال الله ينور، كل ماتش بحط جول. بس برينتفورد ما انصحكش برضو الفورمه بتاعتها مش احسن حاجه. موبيومو جاب بصراحه، موبيومو جاب نزل النهارده، الواد هيعمل شوف كده وهيفوق توني، انه هيعمل الماتشات الجايه هيفوق توني. هيفوق توني. اما اليونايتد يعني استغفر الله العظيم يا رب، حتى اونانا كان هيجيب كلين شيت بالصدفه، يعني مش عارف انا اونانا ده معايا في التشكيله بيعمل ايه، انا مش مقتنع بيه برغم ان هو اعلى حارس جايب نقط، انا ما اعرفش معايا في التشكيله بيعمل ايه، انا ما بحبوش. بس عمل كذا سيف النهارده. لا هو صد حاجات فظيعه، بس انا قصدي الفرقه يا ابني مش واقفه على رجلها في الدفاع خالص، بتلعب على ده بيلعبوا جوه السته. انا بتفرج على الماتش من اول السيزون، لان انا كنت بادئ براشفورد وفرنانديز، فكنت بتابع الماتشات في الاول. شلل يعني حاجه، ما فيش يخرجوا بالكره ولا بيعرفوا يباصوا ولا ده، هما كانوا اتطوروا شويه. لا لا لا، اداء سيء قوي. كده بقى يا جماعه، فاضل بكره ماتشين، بكره يعني اجمد ماتشات، اجمد ماتشات يعني طبعا. شفت كل ده انساه خالص، بكره بقى حوار. بكره بقى الساعه 3 ليفربول وبرايتون، ده ماتش سيمبوس مراهن عليه ان هو كابتن صلاح. نقول يا جماعه والنبي ماشي، جونين، عايز جونين بس ان شاء الله ان شاء الله. اما عايز اقول لك ان هو مش هيبقى ماتش سهل من وجهه نظري، هيبقى ماتش صعب، هيخلص بالعافيه ليفربول. واتمنى يا عم، اتمنى صلاح يعمل لك حاجه، بس اتمنى لاول مره في التاريخ ريكورد 5 تجوان في برايتون. يا عم طب يا رب يا عم يجيب لك الخمس تجوان، بس اتمنى من قلبي ان يتعادلوا 5-5. انا عشان بشجع الارسنال، نفسي الارسنال ايه تبقى بكره ليفربول تتعثر وتكسب السيتي ويبقى ماشي في طريقه. انا حاسس ان هيبقى يوم حزين بصراحه، مش هيعمل حاجه والارسنال هيخسر، وهنصور ونطلع نعيط في الفيديو. ما ده قلقان من كده والله العظيم. بس خير. اما الماتش بقى الساعه 5:30، ماتش يعني توقيتات غريبه قوي، ما علينا. يعني قبل المغرب، احلى ماتش بس قبل المغرب تشوفه. 5:30 ده هيبقى صعب قوي، نبقى محولين يعني فاهم، احنا بنتفرج على الماتش عادي بقى مش مهم، بس ماتش جامد قوي السيتي والارسنال. يعني ده ماتش يا جماعه ما يتفوتش، ربنا يستر على الارسنال. قلقان انا كمان من حته الناحيه، داخلين ساكا هيلعب مش هيلعب، جبريل هيلعب مش هيلعب، دي مقلقاني قوي، كان نفسي نخش كاملين. وكان طبعا السيتي عندها اصابات كتير، ولقينا ان كل ده بلح. دي بروين خد بالك ناوي دي بروين جاهز، وهالاند جاهز. الحمد لله ان ووكر مش جاهز، بيفرق معاهم طبعا. وستونز تقريبا فتمام، كان نفسي كمان اكانجي بالمره، بس يلا زي بعضه. اتمنى ان يكون الماتش جامد بكره والارسنال تكسب باذن الله. نتكلم بقى عن سيمبوس دلوقتي على تشكيلاتنا. ماشي انا هبدا. أنا ماشي ابدا كبير. بص هتستعرض لك على الشاشه دلوقتي يا ابني، بص عليها. هو لسه البونص ما اتحسبش. لسه في 3 بونص لبالمر تمام، و3 بونص لسون، و2 بونص لسولانكي. ده في تشكيلتك يعني، يعني هو ضيف له 8 نقط. انا اللعيبه اللي لعبوا عندي دلوقتي اريولا جاب 2 وعليه علامه مش عارف ليه، تقريبا هو ايه وقع في الماتش ولا ايه. اريولا طلع ونزل فابينيسكي، طلع بين الشوطين ماشي، يعني كده يتباع ما علينا. الله اعلم بقى اصابه جامده ولا لا. 3 مدافعين اللي لعب منهم 2 بس، برنس ويت وتزبرني. كان الماتش زي ما قلت لكم كان ماشي كويس، وكنت هطلع ب2 كلين شيت، ما طلعتش بحاجه، طلعت ب3 نقط، 2 زبرني وواحده برنس ويت تمام. نص الملعب 2 بس اللي لعبوا، سون جاب 10 نقط وبالمر جاب 15 نقطه تمام. يا ريتني كابتنته، يلا ما علينا. اللي لسه ما لعبوش عندي في نص الملعب صلاح وساكا وفودن، ان شاء الله بكره يولعوها. 2 مهاجمين اللي لعب عندي سولانكي،
لسه له 2 بونص يبقى كده هيجيب 7 نقط، وهالاند لسه برضه بكره ان شاء الله يولعها. الدكه عندي دوبرافكا 1، سيمينيو 2، استبنيان ولا كاني شايف حاجه، كابوري سالب 1 جابهم في نفسه. والله يا جدعان كابوري ده والله بيصعب عليا، والله بيعمل مجهود فظيع في الملعب، الواد يجي منه عايز يتطور وهو صغير، واي اي لاعب برضه بيجيب جون في نفسه يعني. بالظبط، بس عمل ان هو وحش، عمل ماتش حلو يا جماعه بجد. بس ده بالنسبه لي انا، انا جايب دلوقتي حاجه و30. انا لسه لحد دلوقتي ما نعرفش الافريج كام، لحد دلوقتي مش متاكدين لسه لما البونص ينزل، بس غالبا انت هتبقى اسهم خضراء. انا هحسبها لك، انا دلوقتي 29 3 و3 6 و2 8، احنا قلنا 8 37 37 نقطة بالظبط، وشيل السالب 4، لا شيل السالب 4 وعامل سالب نسيت اقول، يبقى انت 33 33 والاستاذ اللي جايب 62 نقطة مش عاجبه بوالد كارد بوالد. بص يا جماعة خش بقى على تشكيلتي، بيتروفيتش يعني منه لله يعني، على الاقل خالص كنت هات لي 3 نقط. انت لو كنت جبت كلين شيت في تشيلسي كان معاك. ايوه ما هو ده اللي انا كنت مستني يعني يا جماعه، انا مش مستني كلين شيت، انا مدبل منهم على اساس ان انا جايب جوستو ده على اساس ان انا ادبل في الماتش ده، هو الهدف منه الماتش ده. ازاي ما تدبلش من استون فيلا في الدفاع؟ ما اعرفش، ما عندكش رؤيه على فكره. لا اللي يزعلك بقى ان ايه، ب 10 لعيبه ويخسر ويتعادلوا 2-2، والجون اللي يجي اصلا جون غلط بيتروفيتش، يعني ده اللي زعلك، انت جايب حارس انت نشنت عليه لسه اول مره تجيبه يقوم يغلط ويجيب جون ايه شبه دوفرافكا، فاكر الجون بتاع دوفرافكا اللي اتزحلق فيه، هو حاجه فقر كده. انا فاكر انا مركزت مع الحراس، انا بجيب اي واحد يقف وخلاص. ما هو المشكله عندي مش في الحارس كمان، المشكله ان هو ده خلى جوستو يجيب واحد، لان جوستو كده لابس جونين ولا وكان جايب 2 فبقى واحد تمام. بس انت ما تزعلش، انت حتى لو ما كنتش وقفت بيتروفيتش وقفت ونانا وما ضبلتش من تشيلسي كان برضه ايه؟ كان جاب لي 3، جاب لي 3 النقطة بتفرق يا عم يا عم بقى. ما علينا، نخش على اودوجي. اودوجي جاب لي نقطتين، طبعا عايز اقول لك كان اداؤه زي الزفت في الملعب عشان تكون عارف، بطيء كده والجون الاولاني بسببه ترقص ترقيصه عبيطه. هو بيبقى ماتش وماتش للاسف مش دايما مستواه مش ثابت. مدافعين توتنهام والله العظيم بقوا حلوين، قلبين الدفاع اللي حلوين، فان دي فين بحبه و بيترو اوفر ريتد بطريقه جدع. وحش جدا، يعني صيت وما بيعملش حاجه بالظبط. ده عايز اقول لك باين راح منتخب اسبانيا ولا ايه، ما اعرفش على ايه يعني تمام. السالي برادلي ما لعبليش، اتمنى ان هو يلعب اساسي اصلا. عندي بقى في خط النص بالمر 15 لما ينزل البونص، والله كان نفسي كابتنه ومكابتنه في الـ في الـ في التشالنج، بس ما عنديش الجرأه لان لما تفرج على بالمر تحس انه مش موجود قوي في الملعب، مش زي سون كان اللي بيجري واه، بس هو في الواقع لعيب فظيع فظيع يعني، كل ماتش بيثبت ان انا غلطان ان ما كابتنوش. هو الميزه فيه ان هو ثقته في نفسه ملهاش حدود بالظبط صراحه. ويتخيل بقى نجم نجم الفرقه، احسن واحد بيلعب في الفرقه كلها والفرقه كلها زي الزفت. السيتي بعته ازاي؟ ما هو عشان بعته هدايا، بنوزع هدايا، بعته عشان هو ما قبلش، وهو لعيب جريء على فكره، بيلش يقعد دكه. هو انت فعلا انت صح، شبه صلاح ما عمل في مسيرته كده، انا مش هقعد دكه، تقعدني دكه مع السلامه وانا اعرف شو طريق. فرقه ميته اصلا ونجم فيها، بالك بقى ده لو فرقه جامده. الفرقه هتتطور على فكره، تشيلسي بعد كده يبقى ده النجم بتاعها. ما يجيبوا لنا الارسنال ده يا ريت والله، تخيل ده يبقى بديل ساكا، او ساكا يبدل معاه، او يلعب رقم 10 يا عم، ده فظيع. احلام احلام. ماشي، جراناتشو طبعا جاب لي نقطه بسبب المتخلف تنهاج، اما سون فجاب 10 نقط. طبعا سون عشان تكونوا عارفين انا ليه اخترته كابتن، اخترته كابتن لسبب واضح جدا، ان انت لما تقعد تقارن بين الثلاثه، برايتون بره ارضها دفاعها حلو، فانا قلت صلاح ممكن يعمل، انا طبعا كنت متاكد او الطبيعي سون هيعمل، بالمر هيعمل، صلاح هيعمل، ده الطبيعي. عامل لك ربنا. ما ده الطبيعي، انت الطبيعي. انا الطبيعي ماشي معايا عكس خالص. ماشي، ان الطبيعي ان هم هيعملوا، بس انا بقول ايه؟ مين اكتر واحد ممكن يعمل؟ بيرني على الاقل ممكن يعني ايه تعصلك شويه، انما لوتون عندها كم اصابات غير طبيعي، بتلعب دفاع عالي، ما بتركنش الاتوبيس، ولما بتركنه ما بتعرفش تدافع، وبره ارضها وحشه جدا، وسون غالبا هيلعب مهاجم لان في اصابه ولو خفيفه عند ريشارلسون نزل في اخر الماتش، فقلت يبقى سون خلاص هو ايه اللي هلعبه، غالبا هيعمل اكتر من كده، وفعلا سون وصل كتير، سون جاله انفراد ورقص الحارس وراح حطها في العارضه، خبطت في العارضه الثانيه وطلعت. سون لو كان محظوظ اكتر من كده كان طلع بجونين نفس الماتش اللي قبله بالظبط. بس ارجع واقول لك سون له برضه نصيب من الحظ، ان هو برغم ان هو بتفضل معقره معاه، بس بيعرف يجيب الجون اللي في اخر الايه الماتش اللي بينقذك بيه، كان ممكن ما تطلعش بحاجه خالص، فالحمد لله. وعايز اقول لك واتسطرت بقى في انه خد الثلاثه بونص، كان اللي كان شونج اللي تحته وطلع،
فقعدت متابع البونص لحد ازاي يا باشا، ما في ناس ماشيه معاها وناس يلا. هو الفكره انت بتحسب الكابتنه ازاي؟ طالما جاب دبل ديجيت يعني حاجه من رقمين، هو جاب 10 اول رقمين يعني، فكده ايه الكابتنه مربوحه، جاب 10 نقط زي الفل يعني 20 نقطه. فضلي طبعا الملك المصري ابو صلاح. كابتن بالمر كانت مقنعه اكتر من سون، انا من وجهه نظر. ليه يا عم انت بالمر قدام ايه؟ كان قدام بيرنلي. بيرنلي اه، ايه المشكله يا عم؟ انا عايز اقول لك بالمر متالق قوي ماشي، لوتون انت لو شفت اصابات، بس سون مش دايق مش محظوظ قوي. ما هو سون بقى انا كان الرهان بتاعي ان سون انفجار، يعني كان ممكن لو في ماتش زي لوتون ده ما انفجرش، امال هينفجر في ماتش ايه؟ بس بقى الجوهره الاساسيه في توتنهام اللي هو سبب تالق سون اصلا، جونسون. جونسون بصراحه نزل نور اداء خرافي، نزل يا عم من على الدكه قلب. انا مش فاهم، وعلى فكره سبب ضياع فريق توتنهام مؤخرا اللي هو ان فيرنر ده بيلعب، فيرنر ده بيوصل يعني لعيب غريب جدا، بيعرف يوصل بالكوره وبيجري كويس وتحرك كويس ويضيع الكوره. لا ما هو دي حاجه معروفه، عنده مشكله رهيبه. طب جونسون ده قاعد على الدكه ليه؟ انا ماليش فاهم. لعيب تركيزه عالي جدا في الملعب، لعيب سوبر. لا لا بيلعب حلو قوي بصراحه، بيقلب الماتش ومفيش ماتش بيجلى اعتقد. تخيل بيعمل اسيست، تخيل ده من ساب فيرنر لحد اخر دقيقه في الماتش ومطلع سون يعني. بس خد الثلاث نقط بصراحه، بس طور الفريق بصراحه، وعامل فريق جامد. لولا ان هو ايه السكواد بتاعه ما عندوش دكه كان بالزبط. وصل في حته بعيده اكتر من لا، وهو كاول موسم له يا جماعه يشكر جدا يعني. على الموسم الجاي لو جاب شويه صفقات لا الفرقه هتروح في حته ثانيه يعني. هو كمان ممكن يجيب على فكره راس حربه، هاري كين ما ننساش، هاري كين خاربها في الدوري الالماني الملك ده لو كان موجود معاه. انا عايز اقول لك انا ما اعرفش دلوقتي الماتش خلص كام، كانوا خسرانين على فكره. بروسيا دورتموند كانت كسبانه بايرن 2 لحد ما كنت سايبهم 2-0. انا بقى نشوف صلاح بقى الملك المصري يستلم بكره ان شاء الله. ان شاء الله يجيب ان شاء الله اسيست بس. و حرام عليك يا عم، انا ضايع، انا جايب 30 نقطه. اما الهجوم فشكرا لعم ايزاك اللي عمل طبعا فكك من ضربتين جزاء او معاش. لا انا من اجتهادي برضه. ارجعوا للفيديو اللي فات واسمعوا كده الكلام. مش الكلام ده. اقول له ايزاك ضربات الجزاء، هو جاله ضربتين جزاء. مش الكلام ده. وعايز اقول لك بقى ان عمل حته اسيست لوز لبارنز، فقشطه جونين واسيست، خد انذار فجاب في الاخر 15 بدل 16، مش مهم. ضربتين جزاء يا مؤمن، ايه الحظ ده؟ اما مونيز ده اللي والله بص عارف اللي هو ايه؟ انا جبته عشان فورمته وعشان مقتنع ان ماتشات فولهام ممكن يعملوا حاجه. وفعلا هو فعلا جاب لي جون وجاب كورتين في العرض، انا كان ممكن يجيب هاتريك. لعيب كويس، كنت محتار بينه وبين وود، بس انا كنت مفكر وود باربعه وسته زيه، فلقيت وود باربعه وثمانيه فعرفش اجيبه فجبت مونيز. حتى اللاعبين اللي مختار فيهم الاثنين عملوا الاثنين اختاروا ففيش. لا بس عايز اقول لك ان وود خد الثلاثه بونص، فدي الميزه. بس عايز اقول لك ان مونيز الفرقه بتاعته افوق من نوتنجهام فورست، فوارد ان هو يكون مردوده احسن من كده. وعايز اقول لك برضو اللي معاه وود يكمل معاه لان اللعيب جامد قوي. ومستني بقى التنين بكره، اتمنى من كل قلبي ما يعملش اي حاجه. هو عمل ما عملش ومش فارق لي لانه مع الكل، فانا اتمنى ان هو ما يعملش. واحنا عشان جايبينه عشان نبقى في الامان زي ما قلنا، هو مبوظ اللعبه اصلا. انا عايز اقول لك ان انا فلوس قد كده ويلا. في مرحله ما كنت اتمنى ان انا اكمل من غيره، بس المشكله ان السيتي عندها دبل، ده اللي مخوفني. بس غير كده كنت كان نفسي فرقتي تبقى احلى من كده بان انا ابيع هالاند، بس مش عارف. واتمنى ان هالاند زي ما اقول لك ما يعملش حاجه، وان انا طبعا كان جايب كلين شيت وواخد البونص لحد اخر الماتش. هو قرر عليه قرب من هنا الحمد لله. الحمد لله ضيع الكارير بتاعه. طب انت بذمتك ودينك شايفهم يستاهلوا ان هو يجيب كلين شيت اصلا؟ بصراحه اونانا احسن لاعب في الماتش. ما احنا بس انا اليونايتد دي تستاهل تكسب اصلا؟ لا تستاهل اصلا. لا حرام يعني، اونانا ضاع منه كلين شيت جايب ثلاثه. جماهير اليونايتد طبعا، بس الفرقه واقعه خالص. انا قلقان بقى لان واحد اول واحد على الدكه عندي ساكا، بس عايز اقول لك ان انا لو بتكلمني فانتازيا كنت ساكا. ده حبيبك معاه على الدكه دلوقتي شاهين. كنت ساكا ده حقيقه. ماشي إيه، انا عايز اقول لك من جوايا لعب جراناتشو على ساكا. طب والله انا عايز اقول لك انا هقول لك والله حاجات كده جوايا، بس اقول لك فانتازيا بتمنى ان ساكا ما يعملش حاجه. حبا في الارسنال اتمنى ساكا يخربها بكره، ولو هتعمل ميكس من الاثنين اتمنى الارسنال تكسب بكره ومش ساكا اللي يجيب الجول. وانا بصراحه لو مكانك عمري ما كنت هلعب جراناتشو على ساكا صراحه. لا انا عايز اقول لك ليه بس لعيب معاه ضربات الجزاء. طب انا هناقشك في دي انا بقى لعبت جراناتشو لاسباب برضو مش هبول كده، ان الباك الشمال اللي هو الوحيد اللي عند اسمها ايه اللي هم الفرقه بتاع توني برينتفورد اللي هو رجلهم ما بيلعبش، ما عندهمش باك شمال اصلا، وجراناتشو بيلعب جناح يمين،
فقلت وش ده جراناتشو هيشارك لو بس يونايتد تلعب. يونايتد ما لعبتش. انا قلت لك بقى ضربات الجزاء اللي بتقولش يا باشا. الله اعلم انت تتوقع ان بكره يعني الارسنال جزاء كده ضربتين جزاء الارسنال حرام. يا عم اقول لك حاجه، انا اتمنى في جزئيه بقى من جوايا انا ليه عملت كده، اللي هو بقول ايه يلا حط ساكا على الدكه عشان مش هيعمل حاجه، اللي هو يا رب يعمل حاجه. اللي هو ايه مش عايز ابقى قاعد مشدود عشان فانتازي واتفرج. ساكا هيعمل واسمعوا مني والله جزاء بكره، والله من قلبي لو ساكا بكره عمل والله ما هبقى زعلان. طب ولو عمل والارسنال خسر؟ لا ده اسوأ سيناريو ممكن تتخيله، يبقى الفانتازي ضاع والدوري ضاع. طب بالليل الانرجي هتبقى تحت الصفر. لا يبقى انا كده مش هصور بكره، صور لوحدك. اما بقى اللي بعده على الدكه برينس ويت، كنت موافق كنتش متوقع يعني. انا كنت حاسس ان بس كنت مجبر معيش غيره، كنت حاسس ان سولانكي هيعمل والله. والتالت جابرييل انا بعده خالص، لسه مشكوك في امره لان انا برضو السيتي يا جماعه برضو فريق محترم يعني، مش اللي هقول لك. ولو ان ارسنال تجيب كلين شيت ونص على ارضهم باقوى دفاع في اوروبا، انا متوقع يعني الماتش ده 0-0 يعني في فيديو التوقعات. طب يا رب يا عم الارسنال 1-0 يعني. الماتش ده يا جماعه سيناريوهين مالهمش تالت. انت ما تخافش غير من حاجه واحده بس، حبيبي قلبي دي بروينه. ايوه ده ما ده خوف. انا قلقان بالك عشان لو كان فايق بكره هيزعل، دي مشكله. بس هو الماتش زي ما بقول لك سيناريوهين مالهمش تالت، يا جم الاول وماتش هيفتح هيبقى مراجيح 4-3 و2-2 يا ريت خلينا ناخد نقط بقى. يا اما الماتش ده مش هيجي جون في الاول وهيفضل ماتش كتين لحد اخر الماتش، فرقه منهم هتكسب 1-0. هو تقريبا هو السيناريو يمشي كده. وانا اقول لك بقى اللي هيحصل، الماتش هيبقى فيه جوان، جون واحد تمام ادوكم دوكو ممكن. لا احنا خدنا حاجه في الفانتازي ولا خدنا حاجه في الفرحه. لا انا يعني ما اعرفش، بس انا حاسس ان الماتش بكره ده هيبقى او جون رودري. تصدق جون رودري مش انت هقول لك معلومه برضه عن السيتي انت مش مركز فيه. السيتي السنه دي ما نجحتش تكسب حد من الكبار من اللي هو حتى توتنهام الا اليونايتد رايح جاي، انت متخيل؟ ونتائج اصلا. فعايز اقول لك ان السيتي السنه دي مش السيتي اللي انت تعرفه، السيتي السنه دي مميزه دفاعيا اكتر من هجوميا، دي المفاجاه اللي انت لازم تكون عارفها. السيتي مش اللي انت تعرفها خالص، بس السيتي هجومها مش حلو. بس هتاخد الدوري عادي جدا. ما هو ده وارد. انا عايز اقول لك السيتي لو عدت بكره ما عادش فاضل لها على الورق ماتش صعب غير ماتش توتنهام، انتوا متخيلين؟ توتنهام اللي النهارده كانت بتعاني قدام لوتون، فلك ان تتخيل. انما طريق الارسنال صعب جدا، صعب جدا جدا. انا عايز اقول لك لو كسبت استون فيلا الماتش اللي بعد الجاي، عندنا استون فيلا وعندنا اليونايتد وعندنا برايتون، عندنا ليله يا عم الحاج. هنكسب بقى الماتشات الصعبه ونخسر بقى اسهل ماتش فيهم. يا رب نكسب بكره، ادينا قطعنا شوط. وحتى يا عم لو في الاخر حتى انت خسرت الدوري يعني، بس على الاقل تبقى مقتنع ان انت بذلت اللي عليك، فاهم؟ وده وعلى فكره مكسبك بكره ده هيديك ثقه برده في الابطال ان انت ممكن تكسب البايرن. يعني تخيل لو انت بكره قمت خسران من السيتي ثقتك اتهزت، تيجي قدام البايرن كمان تخسر، خلاص هتلاقي كل حاجه ضاعت، فاهم؟ فهي الفكره بكره معنويا الماتش ده مهم جدا، وهنطلع طبعا نزيد عليه. اتمنى نطلع نزيد واحنا فرحانين، هنطلع نتشقلب اول زعلانين بقى والله. عاملني ان صلاح يجيب لي نقط واطلع لكم فرحان ومزقطط وهرس لكم في الميت. ماشي يا مسهل حالي، يا رب صلاح يجيب لك نقط يا عم الحاج، ونطلع فرحانين بالارسنال برده بكره. بس اوفر اول يعني جود داي، وكان يوم كويس كرويا زي الفل. معلومه بقى اخيره ان الجوله الجايه اللي ما يعرفش يوم الثلاث، يوم الثلاث اللي هو ايه؟ كمان ثلاث ايام. يعني احنا المفروض ان بكره هنصور على الماتشين اللي فاضلين ونعمل لكم بقى الايه؟ التوقعات والحلاوه يا باشا. توقعات ومراجعه كل ثلاث. التوقف الدولي ده جاب لي شلل، حسيت ان انا يتيم. اي انا عايز اقول لك الثلاث وبعده السبت الجوله الجديده، يعني ماتشات ورا بعض كده، وبعدين دوري الابطال حاجات جديده. انا بحب الكوره قوي يا جماعه. وقبل ما نختم الحلقه ما تنساش اشترك معانا في القناه وتعمل لايك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي سؤال اكتب لنا في الكومنتات وقول لنا انت جبت كام نقطه. وسلام. ادينا حاجه يا اخي، حرام عليك حرام عليك. وهي ايه؟ ضربة جزاء. ضربة